وهناك تنشط بعض أقلام الاقتراع، بينما هناك أقلام أخرى ما زالت وتيرة الاقتراع فيها خفيفة. مزيد من التفاصيل مع إلى جانب السفير اللبناني هنا في الرياض. سعادة السفير، كنا بدي بس أذكر قبل ما نحكي عن النسب، تم إلغاء صوت منذ لحظات في أحد أقلام الاقتراع بالقلم رقم 10، وهو الصوت الثاني اللي بتلغوه اليوم. شو السبب وشو صار؟ الصوت الثاني لغيته مثل الصوت الأول. الصوت الأول كان بالقلم رقم 2 اللي هي النبطية وبيروت الثاني، هو الصوت اللي لغيته هلأ بالقلم رقم 10 اللي هي صيدا وطرابلس، لنفس السبب اللي هو شخص حاول أو ما حاول صور الليستة وراء العازم. ونحن دائما منتبهين، نحن بنقول لهم يحطوا التليفون قبل ما يدخلوا وراء العازم، بس في منهم يكون تليفونهم معهم وبشيلوا التليفون وبصوروا على السريع بيفكروا أنه منا منتبهين لهم، فانتبهوا له أعضاء القلم. وطبعا هذا الظرف ما خلينا يدخل بالصندوق، حطينا جنبه ونكبسه بالمحضر، وهذا بيرجع للجنه بعدين، لجنه القيد ببيروت اذا بدها تكتسبه ولا لا، بس نحن لغينا منها. يعني انتم خلص بتلغوا بتشيلوا بتحطوه على جنب والفرجيه هي بتقرر اذا مع المحضر بي. صاروا صوتين، في فروقات اخرى صارت خلال هذه العمليه الانتخابيه خلال هذا النهار الطويل؟ لا ابدا، هيدي الشوائب الوحيده يعني. ونحن يعني انا بتشكر هيئات العالم اللي هن عينهم 10-10 وعم ينتبهوا على كل شيء، حتى في هيئه من الهيئات اللي شفتيها على يمينك هون كمان انتبهوا انه حدا جرب يطلع التليفون، جرب طلع التليفون دغري انتبهوا له وقفوا، وعملنا تشيك على التليفون ما كان مستعمل. فالكل عينهم 10-10 ونحاول ان تكون عمليه نزيهه والكل يكون يعني عادل مع الجميع. بالنسبه لنسب الاقتراع، يعني الوتيره قد تكون خفت في هذه الساعات عن ساعات بعض الظهر، يعني اول بعض الظهر، ولكن بعد في ناس بعد عم تجي وعم تقترع، وحتى من اماكن بعيده، والاشخاص اللي كانوا موجودين على الطريق جايين من الخبر، ويعني رغم العاصفه الرمليه اللي ببعض المناطق في السعوديه الا انه اصروا انه يجوا يصوتوا. قد صارت نسب الاقتراع تقريبا هلا؟ نسبه الاقتراع من شي ساعه كانت 34%، بتصور هلا ما عم تتشك، بتصور بتطلع كمان بحدود 38-39%، لانه مثل ما احنا شايفين رايحة بجراف جالس اللي هو تقريبا 4% كل ساعة عم تطلع. في أوقات عم تقوى أوقات عم تخف، بس المعدل عم يكون 4% ارتفاع كل ساعة. فأنا هلا بوعدك إنه بعد شوي برجع بعطيك النسبة الضيعة. مقارنة بالعام 2018 هل كانت الوتيرة نفس الشيء؟ الناس الإقبال على الانتخابات على التصويت نفس الوتيرة كانت عم تكون ولا أخف بال 2018؟ هلا غير إنه أصلا بال 2018 عدد المسجلين كان أقل. لا تقريبا يعني أخف شوي، بس مش كتير فرق، بس هون لأنه العدد أكبر عم دل عم نشوف ناس بالسفارة. بال 2018 كان في وقت الزروة اللي هو الظهر أكثر شيء عاجل، والباقي كان خفيف، مشان هيك ما حسيت. شكرا لك سعادة السفير. أيضا أود أن أشير جوزيفين وأذكر بركي سعادة السفير، بس إذا منوضح هيدي الشغلة، لأنه كتار ناس عم يقولوا أنه أقلام بعلبك الهرمل وصور وين موجودة وغيرها، والنبطية في أقلام، لأنه كانوا عم يسألوا أنه معقول مش موجود، بس نحن ما قدرنا ننزل نطلع مباشرة من تحت لأنه ما في إرسال. النبطية مع بيروت الثانية. نعم، والبعلبك الهرمل و بعتقد مع بشري، يعني موجودين، بس هو تأكيد على وجود هذه الأقلام. كل الأقلام اللي فيها ناس مسجلين موجودة، ما في ولا قلم مش موجود أبدا، ولا حدا اعترض على شيء أبدا. بالنسبة للخيام اللي برا اللي موجودة على رصيف السفارة، هل إجا شيء شكوى من الهيئات المراقبة للانتخابات باعتبارها أنها تخرق الصمت الانتخابي أو لا؟ لا، الخيام برات السفارة أنا ما دخل فيها طالما خارج سور السفارة، وهول عاملين شعارات انتخابية وحرين، بس داخل السفارة ما في شعارات انتخابية أبدا، يعني بس لبسين التياب اللي بدل على أنه مندوب شي معين. شكرا لك سعادة السفير فوزي كبارة، سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية. جوزيفين، المقترعون الناخبون يصطفون يعني في صفوف أمام أقلام الاقتراع، ينتظرون الدور للدخول والإدلاء بأصواتهم. أعود
أذكر أن داخل كل قلم هناك مراقب وهناك رئيس قلم وهناك كاتب يقومون أيضا بالإشراف على العملية الانتخابية إضافة إلى كاميرا المراقبة الموجودة التي تنقل مباشرة الأجواء الانتخابية إلى غرفة العمليات. جوزيفين، وردت في هذه اللحظات نسبة الاقتراع هنا في الرياض قد ايه؟ 37.5% صار عنا هلا 3248 مقترع. 3248 مقترع من أصل 8653 مسجل. نسبة 37.5%. شكرا لك سعادة السفير. إذا نسبة الاقتراع في الرياض في هذه اللحظات سجلت 37.5%. متوقع أنه خلال ساعات المساء قد يكون هناك أعداد أيضا ستتوافد إلى السفارة هنا في الرياض للإدلاء بأصواتها، مع التذكير أن صناديق الاقتراع تقفل عند 10:00 مساء. عودة إليك جوزيفين. شكرا لك زميلتنا حليمة طبيعة من الرياض. طبعا نحن رح نبقى معكم مع الباقي الزملاء بهذا المتابعة المباشرة. دكتور شمس، بدي أختم معك. كنت عم بسألك أنه على المغتربين قديش رح نضل فينا نسكج عليهم وعلى دولاراتهم اللي جاية سريعا قبل ما نختم. شوفي، دولار السائح مش المغترب، دولار السائح هو دولار سريع ما بيعمل انفستمنت بالبلد. ليه؟ لأنه أولا كميته قليلة، بمعنى كل شخص ممكن يصرف اللي بيضطر يصرفه. نحن بنفضل انه يكون في شيء بيسموه FDI Foreign Direct Investment، يجي investment على البلد، investment بالصناعات، investment بالتجارة، investment بالزراعة، والبلد ببلش يتحول. في كتير مؤسسات فردية، شينا نعمل حلقة عنا شو عم بيعملوا السوبرا ناشونال في USAID وغيرها. اما هلا نحن تفضلتي وقلتي بنتكل عليه السائح يلي بيجي، هيدا مثل الفتيشه يعني سريع.